أهلا بكم. منذ 8 أعوام وثلاثة أشهر كان حوار اليوم أو تي في من المكلس إلى سن الفيل، بقي حوار اليوم واحدا استنسخ بالاسم فقط، لكن لا في الشكل ولا في المضمون نجحوا بتقليده لا هنا ولا وراء الحدود. حوار اليوم اليوم بحلة جديدة، لكن روحه لا تتغير ولا تبدل تبديله. حوار اليوم الأو تي في يبقى الأصل والباقي تقليد، فاحذروا التقليد، والأهم ليس لدينا فرع آخر. أهلا بكم في حوار اليوم في حلقته الأولى بحلته الجديدة، ويسرني أن يكون معنا الوزير والنائب السابق معالي البير منصور. أهلا وسهلا فيك معالي. أهلا فيك. رح نبلش نحن وياك من موضوع الساعة. طبعا التسوية، الصفقة، المبادرة، شو بتسميها حضرتك؟ بدي اسمع توصيفك وتسميتك لها قبل ما نكمل فيها، شو بتسميها؟ شوف، يعني بسميها حتى نكون إيجابي بالأمور، محاولة تسوية، محاولة حل، محاولة دخول إلى هلأ مش أكثر من هيك، في محاولة مبين لحد هلا أنها يعني متعسر، بين أنها متعسر على أسباب تعسرها يبدو عديدة، لأنه أهم بعتقد طريقة طرحها كانت فيها شوية يعني تسرع أو إخراج. أضف إلى ذلك أنه بطرحها في نوع من مفارقة شوي غريبة، يعني اللي هي الحقيقة انه انطرحت ووقفت ما كملت. أسباب وقفتها بتحير، هل هي لتناقضات داخل أو لصراع داخل القوى الكبرى اللي وراء، يعني أو اللي عطت إذن بالمسير بهذه التسوية؟ مبين أنه في تعسر كبير والأمور جامدة مع الوزير، أنه بعد لحد هلأ اللي أعلن أنه صاحب المبادرة. أو مين صاحب المبادرة مع الوزير؟ بالإعلان مين وراها لها المبادرة؟ الظاهر أنه وراها يعني الرئيس سعد الحريري، هذا بالظاهر. نائب مصطفى علوش نائب السابق بيقول، أمين عام تيار مستقبل بالشمال بيقول اللي وراها لهذه المبادرة ليس صحيحا أنه رئيس الحريري، اللي وراها الثلاثي بري هاي الجنبلاط، وانتو حطيتوا الرئيس الحريري بالنص وما له علاقة. هذا الكلام قاله من يومين النائب السابق مصطفى علوش. ما بعرف إذا الرئيس بري له علاقة بالمبادرة، يعني أنا ما بقدر بأكد أنه له علاقة بالمبادرة. وليد جنبلاط إيه له علاقة مباشرة بالمبادرة، له مساهمة جدية، يبدو اشتغل عليها مع السفير هيل وقت اللي كان هون بعده، ويبدو انه السفير هيل يعني استأذن حكومته أكثر من مرة للذهاب إلى السعودية لمحاولة التفاهم حول هذا الموضوع، ويبدو انه ايه لعب دور مهم بالموضوع. هلا بدك تسألني يعني في سبب لهال، أنا برأيي الخطأ بلش من قبل هون، يعني الخطأ بالتعاطي. الخطأ بالتعاطي بموضوع رئاسة الجمهورية بلش أنا برأيي من الاجتماع الأربع الموارن الكبار ببكركي. هوني بلش برأيي أنا الخطأ. كيف مع الوزير؟ أنا يعني لأنه اجتماع بكركي طرح أمر يعني تقريبا غير مسبوق بجو رئاسة الجمهورية اللبنانية سابقا. اجتمعوا أربعة الأحزاب المارونية
الأقطاب المرة موارن الأربعة الأربعة يسمونه، وأعلنوا حصر الترشيح فيهم. يعني أعلنوا أنه هلأ هون صار من حق الآخرين، كل الآخرين، كل اللي بيشتغلوا سياسي بلبنان من حقهم القول أنه طيب يعني هذا الطرح طارحين علينا أربعة، أن نختار واحد من الأربعة بطل موضوع أنه هذا طرف مسلم عم بيسمي مسيحي، لا عم بيسمي من جملة أنتوا طارحين من مجموعة مطروحة مسيحيا مش مطروحة إسلاميا. يعني أن يلام سعد الحريري، علما يعني سعد الحريري مش كثير مني يعني قريب منه ولا بعرفه، بس أنه أن يلام سعد الحريري بأنه طرح أحد الأربعة ما بعد أنه هذا طرح مسلم عم بيطرح مسيحي، لا مش صحيح. هذا عم من اللي طرحوا مسيحيا عم بيفضل وفقا لمصالحه السياسية أحد هؤلاء. هلأ أن لا تكون الأمور ماشية، إيه مش ماشية الأمور، لأنه ليه منا ماشي مع الوزير؟ شو اللي برأيه خلى هذه الاندفاعة تتفرمل؟ هلأ اللي خلى الاندفاعة تتفرمل لأنه دخل مع انتخابات رئاسة الجمهورية عناصر أخرى. يعني صارت نوع من باكج ديل كبير، انتخابات رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية إذا بده يصير تسوية، في رئيس رئاسة الجمهورية، في قانون الانتخاب، في يعني في ارتبطت إعادة تكوين السلطة، ارتبط مع انتخاب رئيس الجمهورية، يعني صار جزء من حل شامل. هلا هذا الحل الشامل مش مطروح، ما قادرين، ما حدا قادر يعني قادرين يعملوا اتفاق عليه. لذلك أنا اللي شايفه اليوم إنه رئاسة الجمهورية راح تتأخر لحين إمكانية الوصول إلى تسوية حول قانون الانتخاب. إذا قدروا يوصلوا لتسوية حول قانون الانتخاب ممكن ساعتها تتسهل عملية الانتخابات رئاسة الجمهورية، وإلا واقفين بمحل. رئيس تيار المرة ده سليمان فرنجي بيقول أنا في حل من موضوع الانتخاب، رئيس الجمهورية لا يستطيع شيئا في موضوع قانون الانتخاب. صحيح. ماذا يمكن أن يقال في هذا المجال؟ كيف يمكن أن يقوم قايضة بين رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب، ورئيس الجمهورية لا يمكنه أن يكون طرفا أو متدخلا أو فاعلا؟ بالمناسبة كلامه صحيح، رئيس الجمهورية ما بيمون لا يعطي قانون انتخاب ولا يغير قانون انتخاب. رئيس الجمهورية كل اللي بيمونه أنه إذا طلع صدر قانون عن المجلس النيابي مش موافق عليه يرده لحين إصرار المجلس النيابي أو عدم إصراره عليه. أما أكثر من هيك رئيس الجمهورية مهما كان قوي يعني ما في يعني هون بهذا المجال القرار الحسم هو قرار تسوي شامل، يعني لأنه اللي بده يقرر قانون الانتخاب هو بالنهاية المجلس النيابي، لا رئيس الجمهورية ولا حكومة ولا رئيس حكومة ولا يعني ما في مش شخص. خلينا نوضح النقطة أو مركز معين استفهمها منك مع الوزير. عندما يقال فرنجي مقابل قانون الانتخاب ورئيس الجمهورية لا يستطيع شيئا، هذا يعني الاتفاق بين 14 أدار وبين ناس جوات 8 أدار يستطيعون أن يغطوا انتخاب سليمان فرنجي وعدم إمرار قانون انتخابات جديد أو السير بقانون الستين. هذا يعني الصفقة أو التسوية المبادرة هي مع ناس ثانيين إلى جانب رئيس فرنجي. من هم؟ إلى جانب النائب فرنجي. من يغطي انتخاب الرئيس فرنجي، نائب فرنجي رئيسا إذا تم الصفقة على قانون الانتخاب؟ من يغطيها؟ ما بعتقد في إمكانية صفقة على قانون الانتخاب. طيب شو الوقت الحاضر؟ هذا الكلام اللي عم يقال هلا انه في مشكله بقانون الانتخاب، كيف بدك تحل قصه قانون الانتخاب اذا رئيس الجمهوريه ما عنده صلاحيه؟ هذه لوقف انتخاب سليمان فرنجي بالوقت الحاضر، يعني طيب. هذا الكلام هلا هذه للقول انه اعاده ربط قانون الانتخاب برئاسه الجمهوريه، يعني جعل رئاسه الجمهوريه مؤجل الى اجل غير مسمى الى تسويه شامله بالمنطقة وبلبنان. هلا تسوية شاملة بالمنطقة وبلبنان بدها تاخذ وقت، ولذلك يعني لسوء الحظ يعني انا شايف انه الامور متعثرة. ما في جلسة
16 كيلو بيستبعد. دعي الرئيس، يعني الرئيس بري عادة بيدعي بفارق شهر بين جلسة وجلسة، إيه؟ هالمرة قلص الفارق من شهر إلى أسبوعين. شوف الرئيس بري عليه واجب أنه يدعي، عليه واجب دستوري مش اختياره يعني الشخصي، عليه واجب أنه يدعي وبصورة دائمة يضل يدعي، وهو كان لازم يكون المجلس النيابي بحالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس جمهورية لهذا النص. طلعنا عن النص من زمان يعني، وطلعنا عن الإطار الدستوري من زمان، ومن وقت اللي حصل التمديد للمجلس النيابي طلعنا عن كل الأصول الشرعية والدستورية، طلعنا هلا كلها بإطار التسوية السياسية بين القوى السياسية الفاعلة على الأرض. هذا اللي المطروح، أيمتى ممكن توصل هذه التسوية إلى حلول بلبنان؟ أنا اللي شايفه لحد هلا قبل ما ترسى بصورة نهائية الأوضاع بالإقليم يعني بالمنطقة كلها سواء، مش شايف في حل حيلي بلبنان، في عجز الطبقة السياسية اللبنانية غير قادرة على اتخاذ قرار داخلي بحسم الأمور وبالتوجه باتجاه يعني يخرج البلاد من الأزمة اللي نحن فيها. في لسوء الحظ في يعني مسار تحلل للمؤسسات مؤداه خطير، وإنما ما مبين في له سقف بالوقت الحاضر أو حدود. في تفسيرات عم تعطى لموقف حزب الله. حزب الله يؤيد الوزير فرنجي، وزير فرنجي من أصدقائه، الرئيس عون حلفائه، اثنيناتهم حلفاء مثل ما بنقول باللبناني، هاي عين وهاي عين. في مفاجأة عند القريبين من الوزير فرنجي وحتى القريبين من 14 أدار اللي عم بيشتغلوا على هذه المبادرة من موقف حزب الله وتحفظاته وقلقوا من مسار هذه المبادرة، كيف بلشت وكيف ماشية وكيف ممكن أنه تنتهي. ليه برأيك هذا الصمت أو هذا التحفظ، مع العلم أنه حزب الله بعت أكثر من رسالة تطمين ووقوف إلى جانب العماد عون، هيدي على جنب، لكن ماذا تفسر موقف وتحفظ حزب الله عن هذه التسوية؟ شوف، بين التحالف حزب الله وميشيل عون وبين تحالف حزب الله وسليمان فرنجية، حزب الله محرج بشكل أولا، محرج ثانيا، حزب الله إذا ما وافق يعني ميشيل عون على الموضوع ما فيه يمشي أصلا. قال السيد حسن نصر الله بشكل صريح إنه ممر إلزامي، الممر رئاسة الجمهورية ميشيل عون ممر إلزامي لرئاسة الجمهورية بالنسبة لحزب الله، فما في يعني ما في موقف جديد من الحزب بهذا الموضوع بتقديري. وبالتالي يعني الحل العجيبة إذا بده يصير بسرعة وانتخاب سليمان فرنجية، هي إنه ميشيل عون يستقبل سليمان فرنجية بالرابية ويعلن هو ترشيحه أو تبنيه لترشيحه. هذا الحل الوحيد اللي ممكن يمشي الأمور، أما غير هيك ما في حل. أو العكس، إنه كيف العكس؟ الوزير فرنجي يعود يتبنى ترشيح العماد عون. ما في مشكلة. هلا بنحكي أنا وياك عن موقف يعني الكتائب والقوات. أنا بالنسبة لي يعني تبني ترشيح العماد عون، تقديري إنه سليمان فرنجي ما تخلى عن ترشيح العماد عون. لحد اليوم بيقول إنه هو مع العماد عون لكنه تجاوز هذا الترشيح. تجاوز بهذا الترشيح إنه عرض عليه هو يعمل رئيس جمهورية. ما عم بيقول لا، يعني إيه بس تجاوز لا بمعنى سليمان بيك قايل انه انا طالما العماد عون مرشح انا لن اتجاوز هذا الترشيح. بهذه الخطوه فسرت واكثر من تفسير انه هذا تجاوز لهذا الموقف. هذه هي النقطه هون. انا ما سمعت من سليمان فرنجيه بعد انه غير موقف، يعني ما بعرف، ممكن يكون غلطان. مجرد سيره بهذه العمليه مش تجاوز لترشيح العماد يعني عون. العمليه بعد ما مشي على نكسة. كانوا نزلوا على مجلس النواب 16 شهر بعد شوي مع الوزير مؤمن 68 صوت لحديث هلا الوزير فرنجي. لا انا عم نعمل كوانتاج موضوعي، يعني بكل لا عم نقول جايب 200 نايب ولا 500 نايب، في 68 نايب بالجيبه لحديث هلا. لكن السؤال المطروح مع الوزير،
هل يمكن حضرتك خصوصا، حضرتك خصوصا، هل يمكن أن يخطر في بالك أنه الكتائب والقوات اللبنانية يدعموا ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، ليس حبا بالعماد عون لكن على طريقة المثل، ليس حبا بالعماد عون لكن نكاية بالإسلامية الفرنجية، تخطر على بالك هيك بالسياسي هيك فكرة؟ بعتقد هذه يعني كلام إعلامي، ما بعتقد أن يعني تقديري حسب معرفتي بالمسار السابق للأمور وتقديري له بيستبعد أنهم يأخذوا موقف من مثل هذا النوع، خاصة القوات اللبنانية بيستبعد أنها تعلن ترشيح تأييد ميشيل عون. على كل إذا أعلنت القوات اللبنانية تأييد العماد عون والكتائب تأييد العماد عون، ما بعتقد فرنجي بيطلع برا وبيمشي. بس بدك يعني شو اللي بيمنع اصلا، شو اللي بيمنع معلوزي برايك؟ ليه القوات النائب انطوان زهره حكي على الاو تي في من يومين انه المفاضله بين عون وبين فرنجيه نحن نذهب الى عون؟ اللي ماروني نائب الكتائب كمان حكي للاو تي في اول امبارح لزميلتنا ريتا نصور وقال ما زالوا اثنيناتهم من ذات الخط، من الاول نقوا العماد عون، ليش عم تنقوا فرنجيه؟ هذا الكلام ماذا يخفي؟ إيه بس أو هذا ما معناته أنه بيمشي مع العمادة. هلأ بعرف شنك عم بسأل حضرتك. إيه الموقف اللي ممكن يؤدي إلى حسم الأمور هي أنه الكل سوا اللي اجتمعوا ببكركي يقرروا أنه لا نحن ما نقبل العمادة عون. ساعتها ما بعرف لأي مدى كمان ممكن تمشي الأمور باتجاه بالجانب الآخر. كمان في إشكالية، لأنه موضوع يعني تمحور الطائفة والنزف بهذا الشكل حدوده ما بتعود مقبولة، يعني لا من الطرف ذاك ولا من الطرفات، يعني لا بيجوز أنه يوقفوا مثلا السنة بلحظة من اللحظات يجتمعوا ويقولوا كلهم سوا نحن ما بنقبل إلا بفلان رئيس حكومة، أو الشيعة يقول ما إلا بفلان رئيس مجلس، أو يعني منصفي بمحل بالنظام مأساوي حقيقي، يعني وبيصفي نظام الهجرة منه أفضل من البقاء فيه ألف مرة. هلأ يعني مثل ما قلت لك الغلط الأساسي بلش من الاجتماع، من نتائج اجتماع الأربعة بكركي بالدوحة ما صار خطأ؟ بالدوحة خطأ تاريخي، مش بس خطأ عادي، الدوحة خطأ تاريخي، يعني اللي صار بالدوحة أنا قصدي نحن عم نعيش تداعيات الدوحة ولا اتفاق بكركي؟ لا الأقطاب الأربعة جزء أساسي عم نعيش تداعيات الدوحة، يعني عم نعيش تداعيات اتفاق الدوحة، لأنه وهذاك اللي شجع على المحاولة اليوم، يعني اللي طارح فكرة سليمان فرنجية بيقول لك اللي قبل ميشيل سليمان مستحيل ما يقبل بسليمان فرنجية، يعني هذا المنطق اللي بعتقد المنطق السياسي التقليدية اللي برم براس يعني واحد مثل وليد جنبلاط هو وعماله يسعى بهذا الاتجاه. كيف كيف؟ هلا ايضا يعني في نحن بأزمة مع الوزير إذا نحن بدنا، هل أخذ على عاتقه في، هل هناك خطأ بالتقدير بقراءة الوضع من الرئيس سعد الحريري والوزير الفرنجي؟ الوزير الفرنجي أخذ على عاتقه إقناع حزب الله لحليفه العماد عون، والرئيس الحريري أخذ على عاتقه إقناع السعودية لحليفه سمير جعجع. لا من هون ولا من هون مش الحال حتى الساعة. هل وقعوا اثنيناتهم بخطأ التقدير أم أنه هناك من أوقعهم عمدا في خطأ التقدير وقراءة الحسابات؟ اثنيناتهم أخذوا على عاتقهم هيدي الشغلة يبدو. يعني بعتقد بيكونوا اثنيناتهم يعني أساءوا التقدير بشكل واضح، يعني بتقديري هيك ما بعرف، لأنه حسب الظاهر ما مبين، أنا برأيي في
يعني الاعتماد على أنه حزب الله يغير بموقف بالنسبة لترشيح العماد عون أو كون العماد عون هو ممر إلزامي بالنسبة لهم لرئاسة الجمهورية بعتد مستبعد، يعني ما في حدا يراهن على هذا الموضوع أو يتولى. وبالتالي حتى ولو كان سليمان فرنجي هو حليف أيضا لحزب الله، بس يعني بين الحليفين حزب الله في صعوبة يقدر يأخذ موقف يعني باتجاه معين دون اتفاق الحليفين. يعني الأمر متوقف على اتفاق الحليفين مش على أمر آخر. يعني الحل الوحيد اللي ممكن اللي أنا شايفه إذا هذا الأمر بده يمشي هو أنه سليمان فرنجية يرشح من الرابية من قبل العماد عون إذا بدها تمشي، ولا غير هيك ماني شايف في حل آخر. عندما قال بالنسبة لموضوع الرئيس فرنجي عند بس يقول النائب فرنجي منبكرك هذه مرحلة خلط أوراق، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ كيف أريد حضرتك؟ شو يعني خلط الأوراق بالنسبة لترشيحه؟ ترشيحه نتيجة خلط أوراق أم خلط الأوراق سيبدأ بعد انتخابه كما يظن البعض؟ استعمل هالكلمة تحديدا. يعني ماني شايف، ما بعرف، يعني ماني قادر افسرها بشكل واضح لانه ماني شايف ابعادها الحقيقيه. يعني لانتخابه لرئاسه الجمهوريه بدها تعيد خلط اوراق. انا بقول لك تفرط 14 تفرط 8، يعني فرطت من هذا بيفرطوا اثنيناتهم، التكتلين بيفرطوا ويعاد تركيب. رئيس بري قال من اكثر من سنه ما بقى في 8 و14 أدار. إيه رئيس بري شو بقولوا وضع الاسفين، ضرب الاسفين ب 8 و14 أدار من زمان، ما حدا سمع منه. في شيء وصادق طلع الرئيس بري بالواقع، يعني مبين انه ب 8 في عده احلاف داخل 8 مش حلف واحد، وداخل 14 ايضا يعني يبدو مبين عدة أحلاف داخل الحلف الواحد، وبأي لحظة الأحلاف الداخلية هي من الحلف الخارجي الكبير. يعني التلاحم بين حزب الله والتيار الوطني الحر بعتقد يعني أقوى من التحالف الكبير اللي هو 8 كله 14 دار. عم بتقول البديل عن فرنجي هو شغلتين، مصادر المستقبل او بالاحرى مستقبل تحديدا، بيقول مستقبل البديل هو شغلتين، اجتماع الاطراف المسيحيين كلهم على اسم ما هيك، واجتماع الاطراف الثلاثه على رفض فرنجيه، اجتماع الاطراف المسيحيين على تقديم اسم بديل. هذه مثل كبوة باس المستقبل، قدروا يعملوا هيك، فيكم تعملوا هيك، بيقدروا يعملوا هيك 8 اذار او بالاحرى المسيحيين لحد هلا ماني شايف انه في امكانيه لامر من هالنوع، يعني يقدروا يوصلوا لهالحل، علما بانه يعني مثل ما قلت لك انا برايي الخلل الكبير اللي حصل هو اجتماع الاقطاب المسيحيين بكركي. هذا كان بدايه الخلل اللي ما كان لازم يتم. انا برايي انت برايك كان لازم يتم الاتفاق ببكركي على شخص واحد؟ لو في مجال كان بيكون افضل. وين الخطا تحديدا اللي صار؟ الخطا انك انت جيت عملت عرض اصلا انت منك قابل فيه. انت شو عم بتقول باتفاق بكركي؟ عم بتقول في اربعه مرشحين نحن ما بنقبل الا واحد منهم. وين المشكله؟ طيب المشكله انه وقت اللي اجوا يقولوا لك نحن قابلين بواحد منكم قلت عم بينقال من البقيه ما بدنا. حضرتك في بتقول في نعم. في غلط في غلط حضرتك جوة. بتقول انه كان لازم العماد عون ببكركي ما يقبل بوجود ثلاثه الباقيين الى جنبه، هيك حضرتك عم بتقول؟ لا بالمنطق بالمنطق اللي عم بيقول انه لازم يكون هو اللي الاكثر تمثيلا للمسيحيين او للموارنه، بيقول الاكثر تمثيلا للموارنه مش الاربعه، والا وقت اللي بده يقبل بالاربعه بده يقبل حدا يجي بده يقبل حدا منهم يجي.
هذا المنطق يعني، أنا هيك بفهم الأمور ولا؟ بس المنطق المقابل اللي هو سائد واللي هو ماشي، إنه 14 أدار عنده سمي جعجع وثمانية أدار والطيار عندهم العماد عون. طيب طالما هن اثنين موجودين، إجا الشخص الثالث بيناتهم، إنه الحريري على أساس مرشح سمير جعجع، وبعده لهلا نحن بدنا نتذكر اللي قاله الوزير سجعان أزي من يومين، نهنئ حزب الله على وفائه للتيار الوطني الحر للعماد عون، ونهنئ العماد عون بوجودك حليف وفي له الكلام اللي قاله. فإذا ما في مشكلة بثمانية أدار وعند العماد عون وحزب الله، المشكلة بأربعة عشر أدار يلي الحريري تتذكر الحريري من ما بعرف من كم سنة قاله إنه اللي بين 14 أدار مكوناتها لا يفرق بينهم سوى الموت، ما جمعته 14 أدار لا يفرقه سوى الموت. طيب هلأ التفوا على سمير جعجع وراحت راحت عند السلمية الفرنجية، العدو والخصم الأشرس لسمير جعجع، ما هيك؟ وكلنا بنعرف ليش. ماذا يريد سعد الحريري؟ مين المزروك، سعد الحريري ولا السلمية الفرنجية؟ هذا السؤال. لا، اللي مزروك يعني اللي مبين انه بحاجه لحل سريع هو سعد الحريري. عزيز. مبين انه بحاجه لحل سريع، يبدو انه محتاج او الوقت حاضر سياسيا محتاج يرجع الى رئاسه الحكومه بعد ما هذا اللي يبدو لحد هلا. هلا ان يكون بس بالوقت ذاته يعني سعد الحريري ووليد جنبلاط يعني لعبوا لعبة من ضمن اللي انفسح لهم فيه مجال، يعني ما يعني ما فيك تعتب عليهم وتلومهم. يعني انت جيت قلت ببكركي نحن في أربعة ما بنقبل إلا واحد من هؤلاء الأربعة، مما يعني انك بتقبل بواحد من هؤلاء الاربعه. وقت بتقول ما بقبل الا من هؤلاء الاربعه، طيب ان معناتك بتقبل بواحد من هؤلاء الاربعه. ما غلط سعد الحريري ولا وليد جبلاط يجي يقولوا لك انا بدي فلان، يعني بالسياسه استغلوا هذه الثغره استغلوا هذا موقف مشروع بالنسبه لالون، امر طبيعي انه كمان انهم يختاروا من بين الاربعه اللي بيناسب مصالحهم السياسيه او اللي. طب اذا انت مع الوزير بتختار من بين الاربعه، ما احترامنا لسليمان بيك. أنا عم بقول الموقف بالسياسي، سليمان بيك رجل عنده قاعدته، عنده شعبيته، ما بدون عنده موقف، عنده احترامه، عنده محبته عند الناس. صح. لكن لا يمثل المرتبة الأولى عند المسيحيين ولا حتى المرتبة الثانية، بركي في غيره. طيب إذا أنت اخترت هذا الرجل لرئيس الجمهورية لمنصب رئاسة الجمهورية، يمكن للعماد عون والفريق الآخر أنه يطلب اختيار الرجل الثاني أو الثالث عند السنة لرئاسة الحكومة، وهذه تكون مشروعة. شو لماذا يكون السنة الأول ولا فرق يكون المسيح الأول؟ في فرق هالمعادل. إيه الفرق هو أنه ما اجتمعوا السنة وقالوا نحن هودي اللي نقبل فيهم رؤساء حكومة. ما في اجتماع ببكركي أو ما اجتمعوا لا بدار الفتوى ولا بمحل لا يقولوا نحن هودي اللي بنقبل فيهم. يعني هذا الفرق الوحيد مبتوت بين يعني الأمرين. عندهم مش ما يعني في أمر واقع ما وصلوا لهون بهذا الـ يعني ما فتحوا هالثغرة عندهم. نحن الثغرة اللي انفتحت ولا عند الشيعة صارت ولا عند الشيعة أصلا. عند الشيعة مشكلة محلولة، لأنه بالنهاية يعني هي لو بيتفكر بالأمور عن دستوريا، ما هي كلها سوى الحلها بمجلس النواب مش الحلها شعبيا. يعني الحل مش برا، ما في لا انتخاب رئيس جمهورية من الناس ولا رئيس المجلس من الناس ولا رئيس الحكومة، الحل كله سوى بمجلس النواب. يعني الموضوع الأساسي والفعلي والشغل الجدي هو تركيب مجلس النواب. هذا الجوهر النظام اللبناني. نعم. لأنه الحكم بالنهاية مش عند رئيس الجمهورية، الحكم بمجلس الوزراء. دور رئيس الجمهورية وشطارته أنه كيف يألف مجلس الوزراء، كيف يركب مجلس الوزراء، ما يجيب مجموعة من التافهين ما لها علاقة بالبشر، ما لها علاقة من الناس، يركبها وزراء تحت ستار أنا عم بتمثل طويل. هذه مش 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 هيك سير. وهذه البدعة اللي فاتوا فيها من سنة 92، من وقت اللي بلشوا يجيبوا موظفين ملحقين فيهم وسكرتيرية عندهم وزراء على الحكومات، مش ناس وفقا لنص اتفاق الطائف يكون لها حيثية سياسية وبتمثل يعني تمثيلا فعليا للمواطنين. نعم.
على الحكم صارت وهذا كانت نتيجة الاستئسار، يعني لأنه تركبت مجموعة استأسرت بالحكم وظلت حكمة. نأخذ بريك مع الوزير، نرجع بعدها لمتابعة حوار اليوم مع معالي الوزير البير منصور. أهلا بكم مجددا في حوار اليوم، وأهلا بمعالي البير منصور، الدكتور البير منصور النائب والوزير السابق. معالي الوزير، هل من 27 سنة الدكتور جعجع والرئيس عون واجهوا وضع مماثل، لا كانوا حلفاء وما بعرف إذا كانوا أصدقاء، كان في قصة خليه كنعان وكان في تراكمات عم تكبر بين القوات وبين التيار الوطني الحر، ما كان في تيار وطني حر، كان الحالة العونية بين رئيس عون والدكتور جعجع. من 27 سنة واجهوا انتخاب، طرح انتخاب سليمان فرنجي الجد الرئيس فرنجي الله يرحمه، واجهوه يومتها وواجهوا قصة اما الظاهر واما الفوضى، انتهينا الى الفوضى وانتهينا الى الفراغ الذي ملئ بانتخاب الرئيس الياس زهراوي. هلا احمد الحريري امين عام تيار المستقبل قال كلمة هذيك اليوم، رجعوا ما عرفوا كيف سحبوها وقال انه اذا ما انتخبنا رئيس على البارد بدنا ننتخب رئيس بالدم، يعني عم بيهدد بنوع من حرب اهلية بالدماء. هل يواجهان جعجع عون حالة مماثلة مع فرنجي الحفيد اليوم؟ شوف، اولا يعني بالنسبة لكلام احمد الحريري، بعتقد احمد الحريري يعني نوع من هفوة كلامية، يعني هذه عادة بينقال انه يا بتنحل على اذا ما انحلت على البارد بتنحل على السخن، او بده يقول انها بتنحل على السخن لاني ماني شايف يعني حرب اهليه جديده بلبنان اكثر من اللي صار، يعني بعدها على كل بعدنا بزيولها، يعني بعدنا ما طلعنا منها بالتمحور المذهبي والطائفي اللي نحن فيه، وانما ما بعتقد تؤدي الى اعاده حرب بلبنان، يعني الموضوع مش هم. هلا ان يكونوا يعني بهديك المرحله انه ارتكب خطا تاريخي، انا برايي ارتكب خطا تاريخي، بمعنى ان الحكم الماروني، الحكم المارونيه السياسيه بهديك اللحظه ارتكبت خطا تاريخي، ومش بس شارك فيه عون وجعجع، حتى الجميع، يعني كان في مشاركه من الكل، لانه بلحظه طرح مخيل الظاهر برأيي أنا الحل الجدي اللي كان مش سليمان الجد، يعني بعد انتخابات كان الحل الجدي اللي تم الاتفاق عليه أو قبلت فيه سوريا بالاتفاق مع الأمريكان هو بخيل الظاهر. رفض بخيل الظاهر بهديك اللحظة أنا برأيي كان خطأ تاريخي، هذا تقديري شخصي، لأنه الخطأ التاريخي اللي أوصلنا، لأنه لولا انتخب بخيل الظاهر بهذاك الوقت كل ما حصل فيما بعد ما كان حصل برأيي، يعني ما كان في كنا بنكون دخلنا بمرحلة ثانية. على كل اليوم نحن لأي مدى نحن بظرف شبيه ما بعد ماني شايف هالقد، يعني علما بإني يعني بعتقد تفويت الفرصة بعدم انتخاب سليمان فرنجي بالوقت الحاضر على وفاق انتخابه على وفاق، يعني أنا مع انتخاب سليمان فرنجي على أن يكون بموافقة ورضا وبركة القوى المسيحية الأساسية، يعني خاصة العماد عون. إذا لا بنكون يعني أنا برأيي الرافض ندخل بمجهول هلا، إلا إذا بعد في أمل أو باب ما لآخر برئاسة الجمهورية يكون أفضل. أنا بالوقت الحاضر ماني شايف، يعني أنا شايف إنه إذا ما تكمل بانتخاب، يعني هلا انتخاب رئيس جمهورية راح ندخل بمرحلة طويلة الأمد بدون رئاسة جمهورية وبشلل للمؤسسات كلها سوا، لأنه نحن اليوم بوضع فعلا مأساوي. هلا قديش فينا نتحمل؟ ما بعرف قديش الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلد بيحمل هذا القدر من يعني الاستمرار بالفراغ، لا مجلس نواب عمله يجتمع ولا حكومة قادرة تجتمع ولا في رئيس جمهورية قادر إذا حصل أي أمر. نحن بوضع
يعني على أبواب الدعوة إلى وضع انقلاب، يعني لا سمح الله يحصل أي أمر ما بالحكومة، تفرض حكومة لسبب ما. طيب إنه بالنهاية كيف بتعمل؟ شو بصير؟ في حد في سلطة ما بدها تمشي، يعني في نحن بوضع كثير خطير ودقيق. ولذلك يعني أنا أدعو الجميع لمحاولة تسوية جدية بالظرف اللي نحن فيه، يعني في ظرف تسوية. شو ممكن مع الوزير يقدم نائب فرنجي؟ شو ممكن العماد عون يقبل؟ يعني بكرة رح يجتمعوا بإذن الله، في كلام إنه بال 24 ساعة اللي جاية بكرة رح يجتمعوا. شو ممكن يحكي سليمان فرنجي؟ شو ممكن يرد ميشيل عون؟ سليمان فرنجي اللي طار، شو ممكن يعطي؟ سليمان فرنجي اللي مبين لحد هلا من 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 كلامه، سليمان فرنجي ما قدر يعطي شيء ل سعد الحريري غير انه بيكون معه بمجيئه لرئاسه الحكومه. اكثر من هيك رئيس الجمهوريه ما في يعمل. اذا رئيس الجمهوريه حتى هيك كمان مش بايده بالنهايه، كمان مش بايده لانه في خيار الاستشارات الملزمه اللي ذاك له دور بدون ادنى شك، بضل له دور اساسي بذاك. وانما برايي يعني ما قادر يعطي اكثر من هيك. يعني هلا في عدة أمور ممكن يعني العماد عون يعتبر سليمان فرنجية حليف أساسي وكان معه وبقي معه إلى آخره، وممكن يساهم مساهمة جدية باعتماد عدة أمور عم بيطالب فيها يعني العماد عون. إذا كل منها القانون انتخاب جديد، اللي منها يعني بعض التوجه بإصلاحات معينة اللي طارحينها، لأي مدى رئيس الجمهورية قادر يفوت بهذا الموضوع، قادر يفوت فيها من باب تركيب الحكومة، من غير باب تركيب إعادة تركيب الحكومة صعب. خلينا نسأل مع الوزير، البطريرك الراعي كان متحمسا جدا لهذه التسوية المبادرة، تراجعت حماسته وفترت همته شوي صغيرة، أول شيء ليش؟ تاني شيء هل المقتنع البطريرك الراعي برأيك بأنه انتخاب فرنجي يشكل مدخل إلى حل الأزمة في لبنان؟ شوف أنا برأيي موقف كركي وحتى الفاتيكان وراها مش موضوع فرنجي، موضوع رئيس جمهورية، بدهم رئيس جمهورية. أوكي. يعني هلأ لقى البطرك انه في قبول بفرنجيه فرحب بالموضوع، وكان لو في قبول بغيره كان رحب. انا برايي يعني الموقف كركي تقديري مش خيار اختارت فرنجيه بدل فلان او فلان، لا، موقف كركي انه بدها رئيس جمهوريه، بدها انه يتعبى هذا المركز. هلا تقديري مش اكثر من هيك. هلا فرمل بعدين وقت اللي شاف تردد الاخرين، وبين مجلس مطارني عكس الحذر وعكس انه في وجهات نظر داخل بكركي مرافضه او متحفظه كمان. خلينا ممكن يعني في صياغه البيان كانت واضحه هيك، لانه طبعا لانه في مطارين ضد فرنجي، وفي مطارين ضد عون، وفي مطارين ضد، يعني صحيح طبيعي، صحيح. امر طبيعي. وقال الاحد سيدنا الراعي قال لرئيس لا يشكل تحديا لاحد، ما هيك كان لافت كلامه لنائب أنطوان زهرة عضو كتلة القوات اللبنانية امبارح. كان عم بيحكي نائب أنطوان زهرة مع زميلتنا دولي غانم على الـ LBC، قال حرفيا، قال كل عمرة سوريا قبل الطائف وبعد الطائف يعني كان عندها مونة كبيرة وتدخل مباشر، لا بل هي كانت تأتي بالرؤساء بعد الطائف، لكنها المرة الأولى تأتي سوريا برئيس تكون كركي موافقة عليه وبموافقة بكركي وبتسهيل من بكركي. هيدا كلام لأول مرة بينقال، عم يتهم بكركي بأنه مش صحيح ماشي. لا هو قال ايه أول فهمت. مرة بتكون بكركي متفقة مع السوري على رئيس جمهورية في لبنان. بس المناس يعني المساقب أنه مش السوري اللي جاب سليمان فرنجي اليوم. مين برأيك يعني السوري ما له دور؟ أنا برأيي ما له دور، ولا يمكن يكون له دور، يعني وين بده يكون له دور يعني؟ والبرهان
القاطع أنه وقت اللي سليمان فرنجي استشار الرئيس الأسد قال له شوف سيد حسن. سيد حسن نصر الله، يعني حتى ما المبادرة من 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 الرئيس السوري، ولا بعتقدر إنه الرئيس السوري بوضع اليوم بوضع بيسمح له إنه يكون أو عنده يعني إمكانية هو مين يطرح رئيس جمهورية بلبنان. هلا بالماضي إيه بوقت اللي كانوا هون لعبوا دور أساسي صحيح من بالفترة السابقة وقت اللي كانوا بعدهم بلبنان، أما اليوم بالوضع وخاصة بعد الوضع اللي حاصل بسوريا ما بعتقد أنه بإمكانه يكون. وبالعكس يعني جاي الاقتراح من محل آخر، جاي الاقتراح من الأمريكان، من الأمريكان والسعوديين اللي عم بيقتلوا النظام بسوريا اللي هنن وراء، يعني في ظلم لسليمان فرنجية بالقول أنه جايبته سوريا إذا كان يعني هذه تهمة، لأنه ما بعتقد أنه الرئيس السوري اليوم اللي هو طارح سليمان فرنجية وبالتالي مساهم بالموضوع، ما نشايف في له دور ولا نشايف شو دور يعني. وبالتالي يعني بدك تحسب ولي جملاط على يعني مبادر بهذا الموضوع، هو وسعد الحريري اللي بيه سبب علاقة مع سوريا، يعني لا في ظلم، لا هذه بتصفي قراءة. مش عم ننبش دفاتر الماضي، مش عم ننبش دفاتر الماضي. وليد جبلات متهم سوريا بقتل بيو وعيش بسوريا وعنده بيت هونيك أكثر من لبنان فترة، يعني ما له علاقة. طيب ما له علاقة. وسعد الحريري اتهم سوريا بقتل بيو وراح نام بقصر المهاجرين ببيت بقصر الشخص اللي متهمه بقتل بيو، فليش بعيدة برأيك انه ليه بعيدة يقبلوا بسامي فرنجي؟ انه مازالوا قبلانين بشخص يلي كل واحد منهم تهم حافظ الاسد وبشار الاسد بقتل بيو كل واحد. ايه طيب بس ماني طيب. انا ماني مستغرب انه يقبلوا سليمان فرنجي، ماني مستغرب ابدا يعني. على مصالحهم ماني مستغرب، بالعكس اللي عم بقوله انه مش السوري اللي ورا خياره، يعني مش السوري اللي السوريين اللي او الرئيس الاسد هو اللي مخلي اليوم فرنجي جنبلاط أو سعد الحريري هنن اللي يرشحوا سليمان فرنجي، بالعكس مصالحهم السياسية الداخلية. شو عم تعمل السعودية مع الوزير؟ السعودية وزارة الداخلية السعودية بتطلع الأسبوع الماضي بيان بوضع 12 شخص من حزب الله على لائحة الإرهاب، بترجع بتنزل منار عن قمر عرب سات، بترجع بتفتح المعركة اللي كانت عم يتم قنوات تهدئة، إجت قنوات تهدئة فيها. بذات الوقت السعودية تبارك ولا تتبنى، مثل ما قال السفير عسيري، تبارك ولا تتبنى انتخاب فرنجي، لكنها تباركه. وبتعرف هي أنه حزب الله ممر إلزامي، والناخب الأساسي والناخب الأول في لبنان هو حزب الله لا رئاسة الجمهورية. كيف تقوم السعودية بإغلاق أبواب مع حزب الله وفتح أبواب مع سليمان فرنجي؟ كيف؟ أنا الحقيقة ماني خبير بالسياسة السعودية. عم تعمل حركة مضادة السعودية. ليه عم تعمل يعني في فريقين، في محمد بن نايف ومحمد بن سلمان. ما بعرف. كيف هيدا؟ يعني ما بعرف جو الصراع، ماني خبير. لا بس لتفسير الموقف السعودي. إنه كيف بدأ يتم تسهيل انتخاب فرنجي وبذات الوقت نازلة بحزب الله قرارات وإرهاب وانزال انزال للمنار من بعد الميادين عن عرب سعد. صحيح في يعني بتشعر في تناقض بالموقف، تفسيره شو صعب اقدر لك يعني، ما في هذا علما بانه يعني اذا ناس بحزب الله لايران. فحصل اجتماع بين الوزير الخارجي الايراني والجبير وزير، وبالتالي حصل اجتماع بين الامريكان والايرانيه كمان. وصلوا الى يعني وضع متقدم بحد ادنى من تفاهم حول بعض الامور، يعني بعد على اصل اليمن عم تنحل عبر الامم المتحده تدريجيا. ما بدي اجاوبك، ما بعرف شو الصراع يعني الحقيقي، اذا في شيء صراع داخلي ما بعرف، او في عده وجهات نظر، او في عده مصالح شخصيه، في عده مصالح. شوف الـ يعني ما تستبعد قصة المناورة الداخلية اللبنانية بموضوع سليمان فرنجي، يعني ما تستهون دور
المصالح الداخلية اللبنانية، القوى السياسية الداخلية اللبنانية اللي منها وليد جنبلاط واللي منها سعد الحريري، يعني مصالحهم الداخلية ولعبها دور أساسي بإقناع الأطراف، ما تستبعده يعني، ما تستهون فيه. ما يعني في مصالح داخلية، يعني هاي قوى سياسية مصالحها الداخلية بتلعب دور أساسي أحيانا وأحيانا أهم من ارتباطاتها الخارجية. هل تعود العلاقة بين بنشعي والرابي إلى سابق عهده بعد ما حصل، أم أنه لا سمح الله ألف مرة ما في إلا المغرضين والكارهين بيتمنوا هيدي؟ يعني هل لا سمح الله نعود نصبح في مرحلة من العداء والجفاء والبرودة والفتور بين التيار الوطني الحر وتيار المادة؟ على صعيد الرغبات، يعني رغباتنا أنه لا، هذا الود أكيد يستمر، وأنه من خلال اللي عم بيصير من خلال يعني، وبتمنى أنه لا يضل العلاقة جيدة والود مستمر، ويعني يصير في تفاهم والوصول إلى مفاهمة وتسوية، لأنه يعني بعتقد أنه التوجهين جيدين، يعني سليمان الفرنجي توجه جيد و يعني صادق بتعامله السياسي، وزعيم ماروني يعني على الأقل صادق وصريح بتعامله، والعماد عون يعني بعتقد أنه التيار الوطني الحر لازم يضل يعني قادر يستوعب الأمر ويوصلوا إلى حل يرضي الطرفين ويكون في يستمر الوفاق بين الطرفين. هل نحن قدام مرحلة من نلاقي فيها القوات اللبنانية وتيار الوطني الحر على رغم الخلافات والدماء والدموع والمسيرة التوتر بينهم على مدى 27 سنة، هل ممكن أنه نرى هدنة تتخطى إعلان النوايا لتصبح تحالف، ما بعرف عن بإطار التكهنات، في مقابل انهيار العلاقة بين المستقبل؟ اليوم مبارح الأمانة العامة بالقوات اللبنانية اضطرت تعمل بيانات وتعمم على المحاذبين والأنصار وقف الحملات، يعني في نوع من شراسة في التعاطي بين المستقبل وبين القوات اللبنانية. كيف ممكن حديث عن تحالف 14 أدار وأصغر كلمة من الزنار وبالنازل عم تنحكى على مواقع التواصل الاجتماعي بين القوات وبين المستقبل؟ طيب، شو عم بيصير بين هلأ؟ لا، العلاقة بين التيار والمردة الحمد لله بعدها بإطار في شوية الزكزوك، لكن جمهورين بيحبوا بعضهم، بس هيديك الميلة ما فينا نذكر الكلام يلي عم بينقال، اضطرت القوات اللبنانية أنه تجمد المناصرين عمالكم. هل هيدي في إطار الاحترام أم في إطار ما يحضر لإعادة ربط من قطع بين الحرير وبين شاشة؟ يعني ما اللي هي أصلا يعني العلاقة مش جديدة بين الحريري وجعجع، العلاقة بين الجعجع والقوات اللبنانية والرفيق الحريري كانت علاقة جيدة من زمان. ايه كانت علاقة تاريخيا جيدة، يعني ما كانت عاطية ابدا، وبعرف يعني كان بمرحلة من المراحل رفيق الحريري ساهم مساهمة جدية بتمويل القوات اللبنانية وباقي الميليشيات ايه، يعني كان بمرحلة من المراحل، ولذلك هاي العلاقة مش جديدة هلا، وإنما أيضا في مصالح سياسية يعني بالحاضر. هلأ ابن الحريري ما بعتقد غلط مع سمير جعجع هلأ، يعني بالماضي لأنه رشحه لرئاسة الجمهورية ومشي الحال، يعني في عقبتين يعني، بس عم بيقولوا قوات لحكي معنا هذا موضوع تاني، وما لقيناها ما سمعنا إلا بلقاء باريس، هذا موضوع تاني بيجوز يكون صاير في خطأ بالإخراج، خطأ بالتعامل. على كل ما بعرف شو العلاقة بيناتهم، يعني أنا العلاقة الشخصية بيناتهم ما عندي اطلاع عليها ولا كثير ولا كثير بتهمني يعني، بس إنه سياسيا بعتقد يعني
خليني أسألك، عم بيقول هل هناك احتمال نرجع إلى الرئيس بين هلالين توافقي وفاقي، رئيس من خارج الأقطاب الأربعة، رئيس من خارج النادي الزعماء ونادي الأقطاب؟ بده هل هناك احتمال؟ صار صعب شوي إلا إذا يعني فرط الاتفاق بكركي، إلا إذا العماد عون طلع من هذا الموضوع. يعني في اللي بعد قادر يأخذ موقف ويغير بالمعادلة هو برأيي أنا لرئيس توافقي هو العماد عون، إنه يطلع ويقول إنه أنا برشح فلان. إيه بس ما بعرف إذا بعد يعني المجال بيسمح له بعد ترشيح فرنجية بهالشكل. هلأ اللي من الأمل الوحيد إنه باجتماع فرنجية مع العماد عون ينوصل إلى حل بين اثنين بشكل يعني يؤدي إلى نتيجة وإلى انتخاب رئيس. حزب الله عم بيشتغل على هذا الخط برأيك؟ بتصور لازم يكون يعني له مصلحة. نعم. له مصلحة حزب الله يشتغل على هذا الخط. هلا قادر ما بعرف، بس إنه له مصلحة يشتغل على هذا الخط، إنه يصير في حد يرجع يصير في توافق تام بين العماد عون والفرنجي. حزب الله متمسك بترشيح العماد عون بصداقته وتحالفه، لكن عم بيدفع باتجاه اتفاق عون وفرنجي برأيك؟ يعني بيقول لك أنا متمسك ولن أتخلى عن العماد عون، أنا لكن بتمنى يتفقوا مع بعض. له مصلحة أنه يدفش بهالاتجاه، وله مصلحة أنه يصير لقاء بيناتهم ويصير في حوار والوصول إلى تفاهم. طبعا له مصلحة، وبرأيي لبنان كله له مصلحة، كل اللبنانيين لنا مصلحة، يعني كلنا لنا مصلحة بهذا الموضوع بالوقت الحاضر، أنه يحصل هذا التفاهم ويظل التقارب قائم ويظل يعني لنوصل لنتيجة. يعني بعتقد في مصلحة للجميع وعلى رأس الحزب الله، لأنه كمان محرج الحزب باثنين حلفاء. طبعا يعني بالنسبة لموقفه من العماد عون حاسم ونهائي بالنسبة للكلام اللي قاله السيد حسن نصر الله، وإنما في مشكلة أيضا يعني بالنسبة لهذا الموضوع. بعتقد أنهم بدنا ننتقل إذا بتسمح للرابي للاستماع ل رئيس أمين جميل الرئيس السابق لحزب الكتائب بعد لقائه العماد عون.